السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين فاجعله أول النبيين ونوحا أول المرسلين وسيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والتابعون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كربنا وتغفر بها ذنبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقيرنا وتكشف بها همنا وغمنا وتشفي بها سقمنا وتقضي بها ديننا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجهنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إليك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطيئاتنا واقبل معذراتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل علينا وأنت الجواد فلا تبخل علينا وأنت العزيز فلا تذلنا وأنت المنيع فلا ترام أنت المجير فلا تضام أنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. اللهم لا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا ولا تجازنا بقبيح أعمالنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد مثل ما نقول ولك الحمد فوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالصيام لك الحمد بالقيام لك الحمد بالذكر لك الحمد بكل شيء يا أرحم الراحمين. هو لك عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآياتك. من تقرب إليك قربته ومن أحبك أحببته ومن توسل إليك قابلته ومن عصاك أدبته. لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكننا معهم ربنا في دار القرار. اللهم وفقنا بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك
ووفقنا للتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية والغنى عن الناس. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله افتتحت، وبسم الله ختمت، وبالله آمنت، بسم الله أصبحت، وعلى الله توكلت. بسم الله على قلوبنا، بسم الله على نفوسنا، بسم الله على أجسادنا، بسم الله على صحتنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على أهلنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأعز مما نخاف ونحذر. اللهم إنا نسألك بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جاهك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل ذي شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، أنتم على أثير الإذاعة القريبة منكم، إذاعة ميت غاديو، وهذا أول حلقة من برنامجكم الصباحي، برنامج بشائر الصباح في هذا الأسبوع المبارك. نسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم فاتحة خير في كل الأسبوع. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أجمل الأوقات وأسعد اللحظات ابتداء من هذه الساعة فما فوق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به هذا الأسبوع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله تعالى هذا القرآن لشقاء الناس، وإنما أنزل الله تعالى هذا القرآن لسعادة الناس. وما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلا رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأين تتجلى هذه السعادة، وأين تكون هذه الرحمة؟ مستمعين الكرام، هذا القرآن الكريم ما كان يوما سببا في تعاسة أحدهم، ولذلك على الناس أن يفرحوا بهذا القرآن، وأن يفرحوا بهذا الرسول الذي هو رؤوف ورحيم بنا. مستمعين الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. سددوا وقاربوا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي علينا أن نفرح مستمعين الكرام أن هدانا الله تعالى لهذا القرآن، أن جعلنا الله تعالى مسلمين. ما معنى أن تكون مسلما مستمعين الكرام؟ معنى أن تكون مسلما معناه أن لك ربا يحميك، معناه أن لك ربا يحفظك، معناه أن لك ربا يجيب دعوتك. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العالم بأكمله، وما يزال الله تعالى يخلق ما يشاء ويحدث من أمره ما يشاء، قادر سبحانه وتعالى أن يغير نواميس هذا الكون. أليس الله تعالى بقادر على أن يجيب دعوتك، على أن يرحم ضعفك؟ لماذا الله تعالى سيردك إذا كان الله تعالى يسألك أن تسأله، ويريد منك أن تسأله؟ بل والله تعالى يحب أن تسأله، ويغضب الله تعالى عليك إذا لم تسأله.
ما فائدة أن الله سبحانه وتعالى يرجوك أو يرجو منك سبحانه وتعالى أن ويتودد إليك بأن تسأله، يتودد إليك لأنه سيجيب دعوتك وبعد ذلك لا يجيب دعوتك. لا ينبغي لنا أن يكون في اعتقادنا ظلم لله سبحانه وتعالى. لا تظنن يوما أن الله تعالى لن يجيبك ولن يجيب دعوتك ولن يكون قريبا منك ولن يحفظك الله سبحانه وتعالى من الشرور التي ترجو أن يحفظك منها. كن دائما عندك أمل في الله، وهذا هو ما يسمى بحسن الظن، حسن الظن برب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، فإن ظن خيرا فخير وإن ظن شرا فشر. ما يريد الله تعالى منك إلا أن تعبده، أن تقيم الفرائض، فإذا أقمت الفرائض وأكثرت من النوافل صرت عبدا من عباد الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم ومرحبا بتواصلكم. أرقامنا الهاتفية هي 0522 88 0060 أو 61 أو 62 أو 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ومن أراد إرسال رسالة كتابية أو صوتية على الواتساب 06-32-71-43-77 أو طبعا الرسالة عبر الصفحة الرسمية لبرنامج بشائر الصباح، صفحة الأستاذ محمد جيجي على الفيسبوك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.